بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما بقي من باب أو كتاب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. كما قلنا أن أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وقد جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة سماها أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنها هذا الاستفتاح الذي ورد في هذا الحديث. نعم. قال: وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع هنا استجاب، ومعنى سمع هنا استجاب، أي استجاب الله سبحانه لمن حمده. ويقول بعده: اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا في صلاة الليل. وإذا اقتصر على قوله: اللهم ربنا ولك الحمد، فإن هذا يكفي. نعم. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا بيان ما يقال في السجود في صلاة الليل. وأما في الفرائض وفي صلاة النهار يقول السجود: سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب. قول سبحان ربي الأعلى هذا واجب، وما زاد عليه فهو سنة، لا سيما في صلاة الليل. نعم. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم:
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا كله في صلاة الليل، وأما في الفريضة فإنه في التشهد الأول يأتي بما ورد عن ابن مسعود، وكذلك في التشهد الأخير تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. التشهد الأخير صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، يضيفه إلى التشهد الأول، هذا في التشهد الأخير ثم يسلم. نعم. قال أحمد في هذا بعضهم يقول في صلاة الليل. نعم، أن هذا الدعاء الكثير في تشهد كان يقوله في صلاة الليل. نعم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا هو المستعمل الآن وهو في الفريضة. نعم. وكان عمر يجهر به. كان عمر يجهر به ليعلمه الناس، دل على أن الجهر بالدعاء أو القراءة إذا كان القصد منه التعليم فلا بأس بذلك. نعم. وعن أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم، دعاء الاستفتاح سبق بيانه، أقله وأكثره، وما يكون في صلاة الليل خاصة. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ أي ألوذ وألتجي إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، يعني المرجوم المبعد، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. فهذا من الواجبات في الصلاة. نعم. قال الترمذي هذا أشهر حديث في الباب. نعم، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه الذي هو من همزه ونفخه ونفثه، الذي همزه هو همز الموت. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذا همز الموت، من همزه ونفخه الكبر ونفثه الشعر، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. نعم. وفي بعض الطرق وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. نعم، كما ذكرنا. نعم. وقال ابن عباس همزات الشياطين نزغاتهم ودسائسهم، قال مجاهد همزهم نفخهم ونفثهم. نعم، قيل بمعنى واحد وقيل إن كل لفظة لها معنى كما ذكرنا. نعم. وعن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كانوا يسرون بها، وإلا فإنها مشروعة، بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة بعد الاستعاذة، وهي آية من القرآن، هي آية من القرآن مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غيرها، والإتيان بها سنة. نعم. وفي رواية لأحمد وغيره بسند صحيح وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني أنهم ما يتركونها لكن ما كانوا يجهرون بها حتى تسمع، وإنما يقولونها سرا. نعم. ولمسلم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
نعم، لا يجهرون ببسم الله الرحمن، لا يذكرون يعني لا يجهرون بها، وإلا فهم يقولونها سرا. نعم. وفي لفظ عن قتادة عن أنس: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. نعم، القراءة الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها ولا الظالمين، وهي سبع آيات، وبسم الله ليست منها ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة. نعم. وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قلت: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وأنها لا يجهر بها، وإنما تقال سرا، والإتيان بها مستحب وليس واجبا بعد الاستعاذة وقبل القراءة. نعم. وعن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. نعم، كانت مدا، يعني يمد هذه الحروف الرحمن الرحيم وهكذا، وهذا يسمونه مد المنفصل، مد المنفصل. نعم. ولأحمد وأبي داود عن أم سلمة قالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بمعنى أنه يأتي بكل آية مستقلة لا يربطها مع الآية التي بعدها. بسم الله، يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يسكت سكتة يسيرة، ثم يقول الرحمن الرحيم إلى آخره، ولا يقرن الآيات بعضها مع بعض. وهذا هو الترتيل، ترتيل أن يأتي بها متتابعة. نعم. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ، يعني لا تصح صلاته، دل على أن قراءتها ركن من أركان الصلاة. نعم. وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه أن الجهر بالبسملة أحيانا لا بأس به، أما المداومة على الجهر بالبسملة هذا ليس من السنة. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. نعم، هذا فيه أن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها ركن من أركانها، من أركان الصلاة، ومن لم يقرأ بها فصلاته خداج، يعني ميتة، مثل الطفل الميت الخداج. نعم. وفي لفظ: فهي خداج غير تمام يقولها ثلاثة. غير تمام يفسر قوله خداج أنها غير تامة، لأنه ترك ركنا من أركانه. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ. يكثر سؤال بعض الناس عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، إذا لم يفسح له الإمام مجالا هل يقرأها أم يكفيه قراءة الإمام؟ يقرأ بسكتات الإمام، فإذا قرأ الإمام فإنه يسكت ويستمع، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يقرأ والإمام يقرأ،
يقرأ في سكتات الإمام، فإذا لم يتمكن من ذلك فتكفي قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والتعليق والبيان، شكر الله له وضاعف مثوبة. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام.